السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ وحشتوني جدا. النهاردة هنعمل ماسك الرمان من افيد الحاجات للبشرة، لان الرمان يعني مليان بالفيتامين والالياف والسكريات والحديد ومضاد الاكسدة، من الفاكهة المفيدة للبشرة جدا، فبتحافظ على البشرة وتجديدها وبتزود نضارتها وبتمنع ظهور التجاعيد والحاجات كتير 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 هنتكلم فيها وعن فوائدها النهاردة. بس قبل ما ابدا الفيديو ما ننساش نعمل لايك، واول مره تشوفي الفيديو بتاعنا ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه علشان تكوني مشتركه معانا دايما، وكمان كل فيديوهاتنا توصلك اول باول. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول ماسك الرمان الاول هنبدا بايه، وبعد كده هكلم في فوائده وايه اللي تستفادي بيه من فوائد الرمان. طبعا احنا بنجيب الرمان بنشيل قشره بنسيبه ينشف، بنغسل القشر بعد ما بنقشره ونسيبه ينشف لمدة يومين مثلا كده في الشمس، وبعد كده بنطحنه في المطحنة وبيبقى معانا بالشكل اللي قدامكم ده، يعني ده قشر الرمان. طبعا شكله محمر جدا وبيدي توريد للبشرة تحفة، اكنك كده حاطة تنت، اللي هو يعني اغلى تنت بجد. لما بتيجي تعملي الماسك كده تلاقي حمار جميل جدا في بشرتك، فده من الحاجات الحلوة خصوصا في البشرة لما تكون بشرتك كده ممرضة وشكلها حلو جدا. اول حاجة انا هاخد معلقة من قشر الرمان او معلقتين على حسب ما هتعمل الماسك، مثلا على بشرتك بس او ايدك، انا بيفيد مني كتير بصراحة، فهعمل هي معلقة واحدة بس في الماسك بتاعنا او معلقة ونص بالكتير. هحط كده معلقة، بصوا شكله حبيبات زي البودر خالص، شكله حلو جدا وجميل جدا. وكمان لما تعملي كمية، احنا خصوصا ان الفترة دي في موسم الرمان والحاجات دي، فهناخد كده شوية من القشر ونبتدي نشيله ونطحنه ونشيله بقى للماسكات، نخصصه كده للفترة بتاعت الشتاء دي للماسكات بالذات اللي هو ماسك الرمان. انا خدت معلقتين من قشر الرمان وهنزل عليها بمعلقة مليانة كده من صغيرة تكون من العسل النحل. ده اول حاجة هنبدأ بيه السكراب، وبعد كده هنعمل الماسك. يعني انا هعمل النهاردة نوعين من ماسك الرمان، بس ده هعمل اول حاجة بيه السكراب. السكراب ده من الحاجات المهمة جدا قبل اي ماسك، فلازم اما اجي اعمل ماسك بعمل سكراب، فانا بحب اما اكون بعمل سكراب اعمله من نفس نوع الماسك بتاعي، فعشان اخد الكمية والفوائد بتاعتي كاملة. فانا حطيت معلقتين رمان على معلقة من العسل، وهحط معلقة كبيرة تكون من مية الورد. مية الورد حاجة من الحاجات الحلوة جدا للبشرة، وحاجات زي مثلا بتقفل المسام فبتدي نضارة جامدة، وكمان بتخلي البشرة كده فيها نضارة وبتنور وشكلها حلو جدا، فمن اهم الحاجات اساسا في الاستخدام مية الورد. هقلبهم بقى كويس جدا، اهم حاجة في كل ماسك زي ما بقول لكم نقلب كويس. هجيب بقى معلقة من السكر الخشن او سكر بني، معلقة واحدة، واحطهم عليها وابدأ ان انا اقلبهم كويس، وهبدأ مرحلة السكراب بتاع الوجه. هعمل معاكم ايديا دلوقتي وبعد كده هسيبكم واروح اعمل وشي. اقلبهم بس كويس جدا. نتكلم بقى شوية عن فوائد الرمان. احنا قلنا ان هو بيمنع ظهور التجاعيد والخطوط، وتعتبر من علامات الشيخوخة، وكمان بيمنع شوائب البشرة بالمعادن المختلفة اللي موجودة داخل الرمان. شايفين ده كده شكل السكراب الجميل ده، بصوا كمان تحسي كده ان مورد وشكله جميل جدا جدا، خصوصا كمان لما هاجي اجربه على ايدي دلوقتي هتنبهروا بجد من جماله. كمان بيقشر الوجه وبيخلصك من الخلايا الميتة وبيجدد البشرة جدا. بصوا شايفين جمال السكراب، وشايفين كده التوريدة الجميلة الطبيعية اللي ولا حاطين اي لون ولا اي حاجة في جمال البشرة. يعني لما هنيجي نعمله على بشرتنا شايفين التوريدة الجمال اللي احنا فيه، حاجة بجد كده من افضل الحاجات الجميلة جدا. كمان بيمنع بيخلي بشرتك ملمسها ناعم جدا، وبشرة زي البيبي بالظبط، يمكن كمان اجمل من بيبي، بتخليها كده حاجة كده ملمس طبيعي وناعم لفترة طويلة. انا بقى هروح اسيبكم واروح اعمل وشي، عملت وشي وبعد كده هبدأ اعمل ايدي التانية معاكم. انا كده عملت وشي وايديا الاتنين، اللي فاض هعمل بيها ايدي التانية اهي.
المهم كمان بيمنع الجفاف لاعتبار ان الرمان ده فيه مادة مرطبة وبيزيل البقع السوداء وبيقلل النمش والكلف وبيفتح البشرة بطريقة ملحوظة جدا. فده من افضل الحاجات الجميلة جدا ماسك الرمان. عشان كده بقولك يا ريت تحوشي القشر وبعدين تسيبيه ينشف وتبتدي تطحنيه وتشيليه كده في برطمان عندك، يبقى مخصصاه طول فترة الشتاء نستفاد بالفوائد بتاعت الرمان طول الشتاء في بشرتنا. الفوائد بقى العامة طبعا احنا كلنا عارفين الرمان بجماله بقى، فمش هتكلم عنه، احنا خلينا في فوائد البشرة بس. بصوا شايفين التفتيح، شايفين النعومة، بجد انا مش قادرة اوصف لك ولا هقول لك الاحساس اللي انا حسيته بعد الاسكراب فقط. انا لسه ما عملتش المصل، احنا كده بنعمل الاسكراب بس، نعومة مش قادرة اتكلم فيها. يعني هم لما هعمل الماسك بقى ايه اللي هيحصل؟ بجد حاجة من الحاجات الحلوة قوي 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 اللي انت هتجربيها وهتستخدميها وهتدعي لي عليها. شايفين يعني بجد مرة في مرة هيبقى الحاجة كده واو يعني. طب انت لو عملتي كمية وحابة تستخدميها هتستخدميها كل قد ايه؟ مرة في الاسبوع هيبقى جميل جدا وهتبقي عملتي كمية فوائد وعلاج لبشرتك تحفة. الماسك بقى اللي احنا هنعمله، هناخد معلقة صغيرة زبادي، اي نوع زبادي عندك، انا كان عندي زبادي بلدي فهستخدم الزبادي البلدي. الزبادي برضك من الحاجات اللي بترطب البشرة وبتريح البشرة لو ملتهبة، بتهدي البشرة، بتديك نعومة وترطيب عالي جدا. وهحط كمان معلقة ونص من قشر الرمان، وكمان هحط معلقة من العسل. العسل من الحاجات الجميلة جدا لو بشرتك فيها التهابات، حروق، حبوب، مكان حب شباب، اي حاجة خصوصا فيها التهابات في البشرة، العسل بيريحها جدا جدا جدا. الماسك يا جماعة لجميع انواع البشرة، انا مش حاطة فيها ليمون، لو هنحط ليمون يبقى للبشرة الدهنية بس بدون حبوب، يعني لو بشرتك فيها حبوب ممنوع الليمون. للبشرة الجافة واللي هي العادية والمختلطة نحط الزبادي عادي جدا، انما لو في ليمون بس على الخلطة دي، يعني احنا المكونات دي حطينا بس عليها نص ليمونة، تبقى للبشرة الدهنية بدون حبوب. شايفين الماسك عمل لون توريد كده وحمار جميل جدا. انا عاجبني اول حتة دي انها هتخلي بشرتك كده محمرة وموردة وشكلها طبيعي، يعني انا مش حاطة حاجة، اللي هو ان انا عاملها بماسك فشكلها طبيعي. بصوا لما نحطها على ايدينا اصلا هيبقى الحمار بتاعها واضح وملحوظ جدا. هبدأ بس ان انا احطها، الفرشة اللي انا بستخدمها مش حلوة فهحط بايدي افضل، يعني الفرشة بصوا شعرها مش حلو وبيقع وبتحط كده مش عاجبني بصراحة، يعني انا الايد احسن، النبي عربي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. هنبدأ بقى، انا بس بحاول ان انا بعمل يعني بإتيكيت بقى، لو بس بحط بالفرشة بقى والكلام ده كله لا انا مش ناقصة. هرميها دلوقتي وهحط بإيدي احسن علشان خاطر بس انا عايزة اوريكي الملمس قبل ما ابدأ ان انا احط بإيدي. بصوا ملمسها، شايفين اللون؟ بجد ماسك فوق الرائع. يعني انا عن نفسي هستخدم الكمية اللي عندي دي وهعمل تاني ان شاء الله، وهبدأ ان انا احطها في برطمان وهستخدمها طول الشتاء. بعد الفوائد اللي انا سمعتها دي مش هتكلم، يعني هبدأ بقى احط بايديا عشان عايزة اوريكي المساج، يعني انت تعمليها بطريقة مساج رايح جاي كده اتجاه الساعة زي ما احنا شايفين، عشان كل المسام اللي اتفتحت من السكراب يبدأ كده يخش جواها الماسك الجميل ده بالشكل ده. تبدأي كده تعملي باتجاه عقرب الساعة وحطي كمية حلوة زي ما انا حاطة كده، وابدأ ان انا امشي بيها حركات دائرية بالشكل ده. عارفة انت لو جربت الماسك دوت ودخلت غسلت وشك، انا لما غسلت وشي اصطدمت، يعني عجبني قوي قوي جمال الاحمرار الخدود والوش كده طبيعي طبيعي جدا. شايفين هنعمل بالطريقة دي لمدة ربع ساعة. كل ما بتعملي حركات دائرية بتجري الدورة الدموية، كل ما بتجري الدورة الدموية في الوجه كل ما بتاخدي نتيجة أفضل، كل ما بتحسي بشرتك مش تعبانة، كل ما هتحسي بشرتك
افيد وجميله. بصوا انا اهي ده هيبقى شكله، انا بقى هروح احط التاني على وشي وهرجع لكم بقى بعد ما اغسل ايدي ووشي كده، وهسيبها زي ما قلت لكم ربع ساعه. خلاص انا كده خلصت وعملتها وعملت وشي، وشايفين بقى مش قادره اقول لكم اكيد النتيجه باينه من قبل اول ما كنت ايدي خالص في الاول ومن دلوقتي النتيجه باينه، النعومه باينه. بجد انا مرتاحه نفسيا بجد من بعد ما عملته، عجبني جدا ومناويه ان انا استمر عليه طول الشتاء، ان هو طبعا الرمان بيبقى في الشتاء بس، فهفضل استخدمه. جميل جدا. ولو اول مره بقى تشوفي القناه بتاعتنا ما تنسيش تعملي لي الاشتراك في القناه، وكمان تشجعيني وتعملي لي لايك علشان خاطر تشوفي فيديوهاتنا، كل ما هننزل فيديوهات جديده. احنا القناه بتاعتنا مخصصه بالماسكات الطبيعيه والحاجات الطبيعيه، ما بنستخدمش حاجات كيماويه ولا اي حاجه تانية خالص، وكمان بنعمل ريفيوهات عن حاجات بنشتريها بتكون فوائدها جايبه نتيجه معانا 100%. ولو انتي مشتركه معانا في القناه احب ارحب بيكم واشكركم جدا جدا على دعمكم ليا، ويا ريت تعملوا لي لايك عشان احس ان انتم معايا، وهتبحثوني للفيديو الجاي ان شاء الله. ولو في فيديو معين حابين ان انا اتكلم عنه اكتبوا لي في الكومنت، وانا ان شاء الله هعمله لكم عن تجربة باذن الله. هتوحشوني للفيديو الجاي. باي باي.